بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ الآن كتائب الاقتحام بالتجهز إلى دخول بلدة برنا بريف حلب الجنوبي. تدخل الآن الانغماسيين والاقتحاميين إلى داخل عربات البي ام بي لدخول بلدة برنا بريف حلب الجنوبي. بدأ التمهيد منذ قليل. دكة تمهيد قوات النظام والميليشيات الطائفية العراقية واللبنانية والإيرانية داخل بلدة برنا وداخل بلدة زيتان. أيضا العملية الآن من محورين، محور زيتان ومحور برنا، للسيطرة على البلدتين التي أول بلدة هي برنا تحيط بتلة العيس التي هي خلفي تماما. هذه العملية استكمالا لعملية العيس وتلة العيس في الأيام القليلة الماضية، وإن شاء الله المعركة مستمرة إلى الحاضر بإذن الله تعالى. هذه هي صواريخ الفيل أيضا تنهال على قوات النظام. عربات البي ام بي الآن ستدخل إلى بلدة برنا، إن شاء الله ستكون صديق قريبا. ها هي أول عربة بي ام بي تدخل، وهذا الفيديو كما نشاهد الآن صواريخ الفيل تنهال على بلدة برنا تمهيدا لاقتحامها. ها هي أول عربة بي ام بي تدخل الآن. دخلت الآن جهات المجاهدين إلى داخل بلدة برنا، على أطراف بلدة برنا أصبحوا الآن المجاهدين مع المدرعات والدبابات التي دكت معاقل النظام والميليشيات الطائفية داخل بلدة برنا. للحديث عن آخر التفاصيل في هذه المعركة، معركة محيط برنا وزيتان، وصولا إلى خان طومان ألتقي بأحد القادة العسكريين في جبهة النصرة ليحدثني أكثر عن هذه المعركة وأهميتها في ريف حلب الجنوبي. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الهدف من المعركة بعد تحرير تلة العيس التي هي على يساري تماما، الهدف من هذه المعركة برنا وزيتان وصولا إلى خان طومان والخالدية بريف حلب الجنوبي، والحاضر كمان بإذن الله حتى جبل عزام بإذن الله. أهمية المعركة بالنسبة لكم؟ أهمية المعركة الآن الأخوة بلشوا التمهيد بالأعداد الثقيل، جحيم ومدافع جهنم وهاونات وسلاح 23 ومن كل جميع أنواع الأسلحة الحمد لله. والآن الأخوة الدبابات والبي ام بيات الغماسيين انطلقوا الآن، وهم الآن اشتباك داخل برنا، وإن شاء الله بإذن الله الآن الأخوة يخبرونا أنه المباني الآن صديق بإذن الله، وإن شاء الله خلال ساعات سنبشر الأمة الإسلامية بتحرير برنا بإذن الله عز وجل وعودة المدينة إليها بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. المحاور التي تعملون عليها الآن كفصائل عسكرية مقاطعة الأرض، جميع الفصائل التي داخل هذه العملية، ما هي المحاور التي بدأتم بها والهدف كما ذكرنا؟ برنا
وزيتان وخان طومان والخالدية وحرش خان طومان بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله خلال ساعات بإذن الله سنبشر أهلنا المسلمين بفتح عظيم إن شاء الله. هل هناك بشرى للأهالي؟ الآن الأهالي تنتظر معركة الحاضر، هذه القرى محيطة ببلدة الحاضر، هل هناك استكمال المعركة إلى الحاضر؟ بإذن الله، بإذن الله عز وجل سنعيد الحاضر، وبإذن الله سنتقدم إلى جبل عزام وما وراء جبل عزام بإذن الله. والآن أول بشرى ترونها هي القيوم، الله عز وجل أمددنا بأمطار وغيوم بإذن الله عز وجل، وسنفتح برنا بإذن الله. والآن الأخوة يبشرونا من داخل برنا أنه قسم من البيوت كبير صار مع الأخوة. الحمد لله، الله يجزيك الخير يا رب، الله يعطيك العافية. إذن كما يشرح هذا أحد القادة العسكريين في هذه المنطقة عن دخول المجاهدين لأول أبنية برنا التي هي خلفي تماما، تبعد الآن عنا برنا مساحة 500 متر فقط. بعد عشرات القذائف من جهنم وجحيم دخلت المجاهدين الآن إلى أطراف بلدة برنا. العملية كما يذكر أحد القادة العسكريين إلى داخل إلى مستمرة حتى تحرير بلدة الحاضر. انهيار في صفوف قوات النظام، انهيار كبير في صفوف قوات النظام حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله العملية مستمرة حتى تحرير آخر شبر بريف حلب الجنوبي. كان معكم معاذ الشامي.